السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مواقيت مناسبة لشهر رمضان الكريم تستجيب لكافة حركة المواطنين عبر وسائل النقل المختلفة، من مترو إلى ترامواي إلى المصاعد الهوائية. كل العمال مجندين يعملون دون انقطاع حتى في أوقات الإفطار، من 7 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد نصف الليل. تسهيل التنقل عبر المترو وعبر الترموي ومصاعد الهوائية وخدمة لزبائننا. لماذا؟ أولا لأنها أوقات تتلائم مع أوقات العمل للمواطنين بصفة عامة، وتتلائم كذلك مع عادات العائلات الجزائرية التي تحب بعد الفطور أنها تخرج وتقوم بزيارة الأقارب الأصدقاء أو للتسوق بصفة عامة. كاع العاملين تبعنا تاع الترامول الجزائر، تاع مؤسسة الاستغلال لترامول الجزائر، راهم حاضرين كل أي وقت في لا جورني. هنا مواقيت الاستغلال للمصايد الهوائية في شهر رمضان الكريم يكون من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6:30 مساء، ثم تقريب شوية الفطور. ولخصوص الشهر الفاضل فإن مصايد الهوائية تليفيريك تفتح أبوابها للزبائن والعائلات الجزائرية ليلا طيلة الشهر من الساعة 9 ليلا حتى منتصف الليل. المواقيت الخاصة بالشهر الفضيل لاقت استحسانا كبيرا لدى المواطنين وتنقلاته بأريحية كبيرة عبر كافة المحطات. كي نروح نقرا وندير سبور، هنا ندير سبور في الليل تساعدني كي نروح ونولي، يعني بالأريحة لا في السهرة واحد يسيب مواصلات باش يجي يرجع هذا مكان. تجاوب العائلات مع توفير هذه الوسائل زاد من جمالية سهرات رمضان وحركيته بعد الإفطار. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة